حضرتك في الصور المؤسفة دي الحقيقة اللي احنا بنشوفها وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات دي، حضرتك بتعلق على ده ازاي؟ على فكرة انا ما كنتش مصدق الاول ولا انا والله، انا قلت ده، انا قلت ده فيديو قديم او ده حاجة يعني طبعا مش عندنا. دي كارثة صحية، لان انا حضرتي كده يعني ده مريض عنده مشكلة جلدية، وطبعا الامراض الجلدية بيبقى فيها مثلا جلد ممكن يبقى فيها جرح في التهاب، فانا كده بحط ميه المجاري على الجلد المفتوح، فده معناه الحاجات دي مش بس هتقصع الجلد، دي هتخش وتمتص وتمشي في الدوره الدمويه. هي اي حد كده يا دكتور هاني بالعقل كده وبالبديهه دايما يقول لك الامراض الجلديه محتاجه نظافه، اغسل اغسل المنطقه دي، ما يتحطش عليها اي حاجه مش نظيفه، ما تتعرضش لاي حاجه ملوثه. بتنقلي ميه فيها الاتي: فيروسات، فيها بكتيريا، فيها فطريات، فيها مركبات عضويه، فيها مركبات كيماوية. كم الأمراض اللي ممكن تيجي للإنسان من الحاجات دي غير عادي؟ فيروسات بلاش، هو الفيروس إيه اللي هو الكبدي الوبائي؟ يجي عن طريق إيه؟ يجي عن طريق فضلات الإنسان. فإحنا كده بننقل للناس فيروس إيه؟ بعد كده كم الفيروسات اللي بتسيب الجلد نفسه؟ البكتيريا اللي بتعمل الخراريج والنمامل واللي ممكن تعمل تسمم في الدم. المركبات الكيماوية ممكن تعمل فشل كلوي للإنسان. الكبد اللي ممكن يتأثر، الجهاز العصبي يتأثر، العين تتأثر، الدم يتأثر، فأنت بتصيب الإنسان بمجموعة أمراض، مش مجموعة أمراض، مجموعة أمراض خطيرة. ممكن واحد يجي له عاهة مستديمة زي ما حضرتك بتقول في أي عضو أساسي من أعضاء جسده بسبب سلوك زي ده. طبعًا، فطبعًا ده شيء كان يعني حاجة الواحد ما قدرش ده، لكن طبعًا يعني كويس قوي إن المحافظة دخلت وقفلت البلاعات، بس مش ده نهاية الموضوع، لابد من حملات توعية للمواطنين في المنطقة، لأن ممكن بعد مدة يكرروا كلام تاني أو يعتقدوا في حاجات خرافية أخرى. طبعًا. فلازم نفهم الناس دي خطورة الحاجات اللي زي كده وخطورة الخزعبلات دي، إن هي ممكن تصيبهم بأمراض شديدة وخطرة، وبعدين نرجع نقول ليه في فشل كلوي وليه في أمراض، ما هو ده السبب، إن مفيش وعي عند الناس. وعايز اخد راي حضرتك كمان في حاجه، انا مش عايز اكون متشائمه الحقيقه، بس احنا زي ما دايما بنقول ان الصحه هي يعني مشروع قومي وفي دور على الدوله وفي مسؤوليه كبيره على الحكومه، هل كمان يجوز ان احنا نقول ان الصحه هي مسؤوليه شخصيه برضو، يعني ان مجموعه من الاشخاص يعتبروا ان تصرف زي ده هو تصرف سليم، يعني حاجه مقلقه قوي الحقيقه او مؤشر خطير جدا على طريقه تفكير الناس. جهل، وبعدين بيربطوه بحاجات دينيه. دي مشكلة، ان يقولوا اصل المية دي مية مبروكة لانها جاية من مسجد، ظرف السحب بتاع 3 مساجد في المنطقة. والله لو جاية حتى من الكعبة نفسها برضو ما هتظل مياه مجاري، يعني انا مش فاهم العقلية يعني. يعني انا عشان كده اتصور مثلا ان خطبة الجمعة اللي جاية دي في جميع المساجد ايدكو تكون عن الكلام ده وعن تعيير طبيعة المواطنين، لازم يسمعوا الكلام ده من رجل الدين عشان ما يمشوش ورا الخرافات دي. فطبعا في حاجه اسمها ميه مبروكه، وبعدين ده احنا بنهاجم الناس اللي بتستخدم الميه العاديه، ميه عاديه وتقول ان فيها بركه، فما بالك بقى ميه مجاري؟ يعني مش ميه مجاري دي فيها فضلات، يعني فضلات الانسان، ويعني اكزيما وارتكاريا وغيرها يعني من الامراض، يعني اقل واجب يعني. يعني مش دي، ده يا ريت على كده، انما في اخطر من كده. طبعا والعكس، تسمم والبلبله وفيروسات واخطر حاجه ان هم جايبين ولادهم، يعني انا يا جماعه حرام عليكم، الولاد الصغيرين يعني. الاطفال طالعين في الفيديو ده كل ام ساحبه ابنها وراها وبتغسل له ايديه ورجليه، يعني اطفال كمان حرام عليكم. عنده حب شباب في وشه ويغسله بالكلام ده، وانت عارف حب الشباب بيبقى فيه جروح في الوش. طبعا يا والله حضرتك وانت بتقول واحد بيقشعر. ده اول حاجه بنعرفها، بيقول لك حد عنده حبوب حتى اي حاجه جلديه يقول لك اغسل وشك كويس، نظف وشك كويس، يعني بالبلدي كده يعني. الغريب يا دكتور انه المشهد ده عندنا، يعني واحد بيفتكر روايه انديل ام هاشم، الروايه من الاربعينيات في القرن الماضي، وبرده كان التبرج بالزيت وجاب العمل للبنت، يعني الغريب انه بعد مرور حوالي 60 70 سنه لسه الممارسات دي موجوده عندنا، شيء غريب يعني. جهل طبعا، جهل في مشكله كبيره جدا، واخطر حاجه ان احنا نربط الحاجه بالدين.
اكبر غلط. وبيغسل بيها وش؟ انا مش مصدق. لا، في واحد بيساعده، يعني واحد معاه بيساعده، واحد بيغسل التاني وشه وبيصب له على دماغه، يعني شيء يعني كل مؤسف. الاديان بتدعو للنظافه على فكره، الدين بيدعو للنظافه، بيقول له اتوضى 5 مرات في اليوم بميه نظيفه، فانت تقوم تغسل جسمك بميه. ممكن يعني كويس ان احنا بنتكلم اهو، وحضراتكم يعني كتر خيركم بتسلطوا الضوء على الكلام ده عشان يبقى في حمايه توعيه، لان الله اعلم بقى، ما هو زي دول ممكن يبقى في حد في حته ثانيه يعمل حاجه اسوء من كده. صح، لابد ننتبه للكلام ده طبعا، العقليه طبعا. كلها طبعا. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور هاني الناظر، استاذ الجلديه والاستاذ الكبير، بنشكرك على وجودك معانا.